من تلفزيون تاك تي في بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما مع غادة الحمداني. اليوم موضوعنا حيكون عن المحاكمة الأكثر جدلا في التاريخ المعاصر. انتهت كما بدأت، وصفت منظمة العدل الدولية بأن غير عادلة، وقالت عنها The Human Rights Watch على أنها محاكمة معيبة وبعيدة عن سيادة القانون. هي محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين لتسليط الضوء على بعض جوانب هذه المحاكمة. أرحب بضيفي من هولندا القاضي الأول السيد رزقار محمد أمين. أهلا وسهلا مسيو رزقار. أهلا مرحبا، أهلا بكم، أهلا بالقناة العزيزة وبالعاملين فيه. شكرا كثير لك خصيصا. تسلم، شكرا كثير لك. سيد رزقار، ممكن قبل ما نبلش بتفاصيل المحاكمة ممكن تعطينا فكرة كيف حضرتك تم اختيارك كقاضي، أو هل يا ترى كنت ممارس للقضاء بهذاك الوقت قبل المحاكمة؟ هل يا ترى كنت في العراق أو كنت خارج العراق؟ نعم، أهلا وسهلا. كنت قاضي رئيس محكمة الجنايات في محافظة السليمانية في كردستان العراق ذاك الوقت. عندما كلفت من وزارة العدل في إقليم كردستان، لأن بعد ما شكلت الحكومة المحكمة العفو في بغداد طلبوا قضاة كرد أيضا، فتم ترشيحي من حكومة الإقليم. كان حكومتين ذاك الوقت، حكومة في أربيل وحكومة في سليمانية. أنا بحكم تواجدي في السليمانية تم ترشيحي من قبل وزارة العدل في حكومة الإقليم في السليمانية. أوكي، هل ما زلت تمارس القضاء، مهنة القضاء؟ نعم، لحد الآن؟ نعم، أنا عضو في محكمة التمييز في إقليم كردستان في أربيل. أوكي. الآن عضو في محكمة التمييز. طيب السيد رزقار، طبعا حضرتك شاركت بأول 8 جلسات وبعد استقلت. نعم. طيب ممكن تعطينا فكرة، هل برأيك الشخصي هل كان هناك هدف واضح للمحاكمة، ولماذا تم تأسيس المحكمة؟ نعم، بتصوري بعد الحروب عادة هناك تفكير في إنشاء المحاكم. الطرف الخاسر دائما في الحرب تاريخيا، حصلت في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، في الحرب العالمية الأولى بموجب معاهدة فيرساي شكلت محكمة لإمبراطور ألمانيا، وكذلك في محكمة نورنبرغ ومحكمة طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية. عادة في مثل هذه الحالات وانتهاء الحرب تفكر الطرف المنتصر بتشكيل محاكم لمحاكمة الطرف الخاسر. ففي العراق بعد ما تعرض العراق يعني إلى ما تعرض له، وجاء قوات الأمريكية وقوات المتحالفة معها اللي كانت يعني قوات احتلال رسميا، ففكرت بإنشاء محكمة. وقبل ذلك كان هناك محاولات لإنشاء المحكمة. الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، هو اللي هو كان حاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة، أمر مجلس الحكم العراقي. مجلس الحكم العراقي كان أيضا مشكل بأمر من السيد بريمر في وقته، من 25 شخص من مكونات الأحزاب السياسية في العراق. فصدر أمر 48 بتكليف مجلس الأمن، أو أمر مجلس الحكم العراقي المشكل بموجب أمر رقم 13 في من سلطة الائتلاف من السيد بول بريمر. فمجلس الحكم
أصدر القانون رقم 1 لسنة 2003. هذا القانون كان اسمه قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، واستمر العمل بهذا القانون لحد 2005 وصدور قانون آخر، قانون رقم 10 لسنة 2005 الذي صدر بإلغاء القانون الأول، وسميت المحكمة آنذاك بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وهي تختص بالنظر في المحاكم في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين العراقية مع بعض التفاصيل الأخرى. القانون كان مقتبس طبعا من قانون المحكمة الجنائية الدولية ومن محاكم رواندا ومحاكم يوغوسلافيا السابقة تقريبا نصوصها مع بعض التغييرات. فشكلت المحكمة وبدأت التحقيقات في ظل القانون الأول، ولكن بدأت المحاكمة في ظل القانون الثاني اللي بدأت أول يوم للجلسة كان في يوم 19/10/2005. هذا كان فكرة إنشاء المحكمة، وفكرة إنشاء المحكمة طبعا بداية كان هناك عدة خيارات أو عدة طروحات. طرح إنشاء محكمة دولية بمعرفة مجلس الأمن، ولكن هذه الفكرة لم تفلح لأن مجلس الأمن ما كان أعطت الرخصة لدخول قوات أمريكا والقوات المتحالفة معها إلى العراق، وإنما جاءت القوات الأمريكية دون إذن من مجلس الأمن. وهذه الفكرة طبعا كانت يعني راحت، تم تفكير بإنشاء محكمة وطنية بمعرفة الأمم المتحدة باعتبار محاكم يعني مشكلة بشكل مشترك مع قضاة وطنيين ومع قضاة من الخارج كمحاكم سيراليون، والمحكمة اللي بمجلس مجلس الأمن مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ورواندا. لا هذه الفكرة انتصرت، ولا الفكرة الثانية اللي هي بفكرة مشتركة محكمة وطنية دولية مشتركة. وراحت يعني رئيس سلطة الائتلاف الموحد راحت إلى إنشاء المحكمة، أمر مجلس الحكم بإنشاء محكمة وطنية متخصصة في مثل هذه الجرائم ومن قضاة عراقيين، ولكن بخبرة أجنبية، ممكن أن يستفاد من خبرات أجنبية بمعرفة الأمم المتحدة في كل مجالات، في كل جهات المحكمة، أي بالتحقيق وكذلك في الجنايات وكذلك في الإدعاء العام وكذلك حتى مكتب المحاماة، محامين المرتبط بهذه المحكمة كانت من حقها أن تطلب خبرات دولية لتقوية موقف الدفاع أيضا باعتبار هذا القانون كان قانون دولي، ولكن يستعمل من قبل محكمة وطنية متخصصة. أوكي. رغم الإشكاليات الموجودة أيضا، لأن يعني هناك إشكاليات في الابتداء في فكرة الإنشاء، وهل إن من أكبر الإشكاليات أن هل إن قوات الاحتلال من حقها أن تغير قوانين البلد أم لا؟ هذه بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة بالمواد 64-67 هناك حدود معينة للتدخل في قانون البلد، ولا يجوز أيضا تغيير قانون البلد المحتل. فهذه كانت من الإشكاليات اللي واجهتها المحكمة وأثارتها الدفاع، ولهذا تم إصدار قانون الثاني، القانون رقم 10 لسنة 2005 بعد انتخاب الجمعية الوطنية العراقية، والتي يعني صادقت على القرار على القانون الجديد لإطفاء الشرعية على موضوع الإنشاء، لأن
موضوع الشرعية كانت من المواضيع المهمة والتي هي من الطبيعي أن تثار دائما في مثل هذه الحالات. هل إن الجهة المنتصرة ومن حقها أن تشكل محكمة وهي دولة أجنبية؟ هذه كان من المثالب ومن المشاكل القانونية التي تثار من الدفاع أيضا، وكما أثير هذا في محاكم نيرنبرغ أيضا ابتداء. وهل تم استخدام الخبرات الأجنبية في هذه المحاكمة؟ نعم، تم استخدام. أوكي. يعني تم الاستعانة بقضاة وكذلك بأساتذة الجامعة عن طريق الدورات وقسم نعم عن طريق الدورات اللي تم تنظيمها خارج العراق وداخل العراق أيضا. أوكي. وهناك يعني أنا أحد الأشخاص كان في المحكمة أيضا كخبير جاء إلى المحكمة، ولكن أكثر شيء يعني خارج يعني خلف الكواليس كما يقال. أوكي. طيب كيف تم اختيار الأعضاء الاستشاريين للمحكمة؟ يعني على أي أساس؟ القضاة تقصدين؟ يس يا. كان هم عندنا مشكلة في موضوع اختيار القضاة، لأن اختيار القضاة كان مفروض بموجب قانون السلطة القضائية أو قانون تنظيم القضاء العراقي رقم 160 لسنة 1979 اللي هو قانون أنشئ وصدر لمعالجة كيفية تعيين القضاة. لكن في قانون المحكمة أصدروا يعني نصوا في القانون على إمكانية تعيين القضاة من المحامين اللي عندهم مدة معينة 10 سنوات فأكثر، وتم تشكيل محكمة للجنايات، هيئة الجنايات وهيئة تمييزية أيضا داخل ذات المحكمة، اللي هي أيضا هذه يعتبر يعني أنا برأيي كان منتقد هذا الشيء، وأنا أنتقد أيضا لأن المفروض كان المحكمة أما تشكل ضمن نطاق القضاء العادي العراقي، وأن يكون الطعن في قرارات هذه المحكمة أمام محكمة التمييز العراقية التي مشكلة ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية النافذة. فلكن شكلت ضمن المحكمة أيضا في قانونها هيئة تمييزية من 9 قضاة، وكان هيئات الجنايات من 5 قضاة، وهناك قضاة للتحقيق وهيئة للإدعاء العام، وهناك مكتب للدفاع أيضا مكتب المحامين، وكذلك يعني الكتبة والإداريين. هذا هكذا كان يعني التشكيلة الإدارية للمحكمة، فكانت منفصلة تماما عن مجلس القضاء العراقي. وكان من رأيي أنه لا تشكل محكمة خارج منظومة القضاء العراقي العادي، لأن المحاكم الخاصة عادة لها طابع سياسي والضمانات فيها تكون أقل من القضاء العادي، رغم أن قانون المحكمة كان يعطي ضمانات كثيرة وكفيلة بمحاكمة جيدة وكقانون كنصوص القانون كان فيها مواد يعني جيدة مقتبسة من محكمة جنائية دولية ومن محكمة اليوغوسلافيا السابقة الدولية أيضا، مع اختلافات في بعض الجوانب. أوكي. برأيك هل كانت المحاكمة عادلة ووفق المقاييس والمعايير الدولية؟ نعم، أنا أقدر أتكلم عن الفترة اللي أنا كنت فيه، الفترة اللي أنا ترأست المحكمة. أنا حاولت أن أطبق كل المعايير القانونية الصحيحة العادلة في للمحاكمة العادلة، بإعطاء الحق للمتهم بأن يوكل محامي، بأن يتكلم ويناقش،
بأن يمتنع عن الجواء، بأن يعني كل الحقوق المنصوص عليها في القانون أنا حاولت تطبيقها، لكن قدرت أن أمشي بهذا التوجه لفترة معينة، ولكن بعد ذلك رأيت أن محاولاتي أعتقد لم تكن مكللة بالنجاح في هذا المجال. وأما بعد ما قدم ناس آخرين أو أساتذة أو قضاة آخرين، هذه هم مسؤولون عن ذيك الفترة، فأنا لكن أقدر أقول أن حقوق الدفاع من الحقوق الأساسية للمتهم. ما كان هناك مجال للدفاع بالشكل المطلوب، وقتل أكثر من محامي للدفاع أيضا، فهذه تدخل في عدالة وقانونية الإجراءات. نعم. أوكي. ما هو سبب انسحابك من المحكمة؟ سبب انسحابي طبعا أنا رحت كقاضي، وأنا قاضي ممارس وكنت رئيس محكمة، كنت أعرف عملي، كنت أعرف لماذا ذهبت لإجراء محاكمة بمعنى الصحيح، وليست يعني بشكل صوري. فأنا ذهبت قاضي ورجعت قاضي عندما رأيت أن الضوابط التي يفترض أن تكون متبعة في المحاكمة العادلة هناك عراقيل وضغوط ضد توجهاتي القانونية، فبدأت أيضا أنا يعني أبديت اعتراضاتي على هذا الشيء لفترة، ولكن بالنهاية قلت أنا لا أستطيع أن أستمر في مثل هذا الظرف اللي لا يمكن أن يطبق القاضي بأمانة وبوجدان صحيح وبمعايير صحيحة قانونية، فمفروض أن يحترم نفسه، وهذا هو من منصوص بالقانون أيضا، لأن كان المفروض بالقانون أن لا يوجد أي شيء يخل بحيادية المحكمة وحيادية القاضي، فإذا شعر القاضي أن استقلاليته أو حياديته يكون محل شك، حتى الاستقلالية والحيادية حتى إذا كان محل شك، فعليه أن يتنحى في نظر هذه القضية بموجب قانون المحكمة ذاتها، بموجب قواعد الإجراءات اللي هي مقتبسة أيضا من المحاكم الدولية. فنعم أنا انسحبت بعد 8 جلسات من المحاكمات، ولو أنا كنت قبل يعني قبل 8 جلسات أنا كنت بالمحكمة، لكن المحكمة ما كانت بادية بالعمل، وكنا يعني ننتظر إلى وجود إحالة لقضية، وأنا باعتباري أنا كنت رئيس هيئة الجنايات الأولى في تلك المحكمة، وقبل أن يعني 8 جلسات أنا كنت قبل المحاكمة بحوالي سنة كنت مباشر في هذه المحكمة. السيد رزقار، السؤال الثاني، هل كانت الأدلة كافية لإدانة المتهم أو المتهمين؟ والله بالحقيقة أنا ما كملت يعني في الإدانة، أنا ما كنت موجود، بس في مرحلة من المراحل جمعت الأدلة اللي أقوال الشهود والمشتكين، ولكن كان أكو مشكلة أنا كنت أعاني منها، وهي أن أصل ملف القضية كانت ما موجودة، صورة مستنسخة من أصل الملف، لأن غادة هاي القضية كانت إلى خصوصية قضية دجيل، هي قرار قضائي صادر في حينه،
من محكمة خاصة في وقته. فكانت يعني محاكمة المحاكم في هيشيما، خاصة هاي القضية، لأن كان في قاضي رئيس المحكمة كان موجود. ومن المشاكل اللي كان موجودة في تلك القضية أن رئيس المحكمة كان موجود، ولكن كان هناك عضوين آخرين المفروض كانوا موجودين يعني في محكمة الثورة، من 3 قضاة في وقتها. ممكن محكمة تشرح الثورة لنا أكثر قبل ما نكمل؟ شو قصدك إنه محكمة، ذكرت إنه هي كانت محكمة والقضاة كانوا من ضمن المحكمة، ممكن تشرح لنا أكثر شوي هون؟ لأن قضية دجيل بالأساس، قضية دجيل إطلاق النار في منطقة دجيل اللي تابعة إلى قريبة من بغداد أو بلد، إطلاق النار على رئيس الجمهورية السابق أثناء زيارته إلى هناك صدام حسين. فبعد ما تعرض هو موكبه لإطلاق النار جرى تحقيقات وتم القبض على ناس أشخاص يعني في بتهمة محاولة الاغتيال أو المؤامرة. فبعد فترة يعني من هاي العام 1982 أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ذلك في 1985 صدر أحكام بالإعدام على 143 واحد حسب قرار الإحالة اللي محال إلينا في محكمة الجناية، لأن هذه كانت الناس اللي صدر بحقهم أحكام إعدام كان من محكمة الثورة العراقية، اللي كان رئيس المحكمة موجود معنا يعني في تلك القضية. المتهمين في قضية الدجيل كان 8 متهمين، يعني صدام حسين وبرزان إبراهيم اللي أخوه، وطه ياسين رمضان، وعواد حمد البندر اللي هو كان رئيس محكمة الثورة التي أصدرت الحكم في وقتها، المحكمة التي أصدرت الحكم بحق هؤلاء، ولكن فقط رئيس المحكمة كان جاي، يعني ما جايبين العضوين الآخرين. اللي هذه أنا بالنسبة لي كقاضي أرى إذا تريد تتأكد من عدالة حكم صادر لازم تطلع على كل تفاصيل أوراق القضية ومجرياتها، هل انتهك بها القانون والحقوق أم لا. ولكن النسخة الأصلية ما كانت موجودة أمامنا، رغم أن كان رئيس المحكمة اللي هو المتهم عواد بندر كان يطلب. وهناك 4 أشخاص آخرين أيضا، يعني مثل مختار أو يعني علي دايح وعبد الله رويد وابن مزهر ومحمد، يعني شخص محمد اسمه. فهاي 8 أشخاص، 4 صدر بحقهم أحكام الإعدام، وواحد صدر بحقه حكم بالإفراج، والبقية صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن. لكن 4 صدر بحقهم الإعدام ونفذ بحقهم، كل من صدام حسين وبرزان إبراهيم و طه ياسين رمضان وكذلك عواد حمد البندر. هذه يعني القضية أصلا كانت قضية أمام محكمة الثورة نظرت في وقته، وتم فتح هذا الملف عن انتهاكات القوانين بسبب هذه القضية والأحكامات اللي صدرت بها بالإعدام بحق هؤلاء. هاي ملخص القضية، قضية التدجيل. طيب بالنسبة للرئيس الراحل صدام حسين، معروف عنه في قضايا كثيرة، انه يعني من اكثر الرؤساء اللي تم اتهامه ب بقضايا قتل او قتل جماعي الى اخره. ولكن شفنا هذه المحكمة صدر فيها حكم بناء على قضية واحدة اللي هي قضية الدجال. فهل هيدا من العدل والانصاف في حال لو كان هو كما تم الادعاء انه هو مجرم حرب؟ هل من العدل انه يحاكم بقضيه واحده ويهدر حق باقي الناس اللي عندهم باقي قضايا اخرى؟ طبعا هذا غلط،
غلط، لأن أولا يعني أنا ضد عقوبة الإعدام أساسا، ولو ما كان صدور الحكم بالإعدام وتنفيذه ربما حضر في جلسات المحاكم الأخرى، القضايا الأخرى اللي كانت موجودة في المحكمة أيضا، يعني عدا قضية الدجيل. فلا طبعا أنا ما كنت أيد أنه يبقى شخص في قضية معينة واحدة وتنتهي حياته في تلك القضية، ووجود اتهامات أخرى، وبالتالي فإذا يتوفى شخص أثناء المحاكمة أو التحقيق أو قبلها قضيته تغلق، فكل القضايا الأخرى غلقت بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عند وفاة المتهم حتى أثناء التحقيق وقبل اكتساب الحكم بالدرجة القطعية يكون قد القضية مغلقة بحقه، ولها بموجب هذا القانون حكم هذا القلق حكم البراءة، لأن تدري يعني المفروض الإنسان يدافع عن نفسه وهو على قيد الحياة، فإذا لم بموجب قانوننا نحن في العراق إذا مات الشخص فالقضية لا تفتح بحقه، وإنما إيقاف الإجراءات القانونية بحقه، والإيقاف هذا لها حكم البراءة. أوكي، هيدا ما كان رئيس الوزراء تقارير اللي ناشرين العراقي. أنا لم لا أنا شخصيا أنا خلال فترة المحاكمة لم ألمس أي شيء أو طلب أو إسراع أو بشيء من هذا القبيل خلال فترة وجودي، لم ألمس شيئا من السيد إياد علاوي، لكن صدور الحكم وتنفيذه ما كان في زمن سيد إياد علاوي. أوكي، العراق كان تحت الحكم الأمريكي آنذاك، تحت حكم الاحتلال الأمريكي. طبعا الاحتلال بفترة معينة كانت الذريعة، بعد ما انتهينا من ذريعة أسلحة الدمار الشامل إلى آخره، هو إرساء الديمقراطية والحرية. وكما تفضلت قبل شوي أنه كنتم مستعينين بالخبرات الأجنبية لتطبيق القانون، ولكن مع هذا لاحظنا صدور الحكم بناء على القانون الأمريكي وبموجب مذكرتين لعام 1973 ومذكرة عام 2000 الصادرة من الـ Department of Justice Office of the Legal Counsel OLC بأمريكا. طبعا نحن راح نعرض نسخة منه على الشاشة. هناك حصانة لرئيس الجمهورية ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية. فلما كانوا القضاة عراقيين وبيتم المحاكمة تحت المعايير أو تحت الاستشارة الأجنبية، لماذا لم يؤخذ بهذا القانون في حينها؟ أي قانون؟ الحصانة، تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية. هذه مذكرتين أمريكية. رئيس جمهورية من؟ رئيس أمريكا. يا وانتم تابعين نعم تحت امريكا نعم امريكا حتى مو بس رئيس الجمهوريه استثنت جنودها من اجراء المحاكمات ومن المحاكمات الدوليه، وامريكا اللي يعني لعلم جنابك ليست عضوه في المحكمه الجنائيه الدوليه للان، يعني لم صادق على محكمه جنائيه دوليه، لكن بموجب قانون المحكمه اللي صادر في يعني القانونين، القانون الأول اللي رقم 1 والقانون رقم 10 الملغي، رفعت الحصانة عن رئيس الجمهورية. هذا مقتبس من مبادئ نورنبرغ أساسا ومن محكمة الجنائية الدولية، محكمة الجنائية الدولية. فالرئيس الأعلى ما مشمول بالحصانة في جرائم دولية، وهذه متبعة الآن، أصبح نصوص قانونية وعرف دولي.
أن إلا إذا كان الرئيس حاول أن يمنع هذا الشيء، هذا الاعتداء الدولي، الجريمة الدولية. إذا الرئيس كان على علم بهذه الجريمة ولم يتخذ ما يمكن منع هذه الجريمة، أو لم يتخذ إجراءات أو يطلب إجراءات اتخاذ الإجراءات ضد هذا الشخص الجاني بجريمة دولية، فهو يكون مسؤول. وحتى المأمور أيضا لا يمكن أن يتشبث بموضوع الأمر الصادر عليه من الرئيس الأعلى. هذه كان موجود أصلا في موجود في محكمة جنائية دولية موجودة، ولكن قد يكون هذا سبب للتخفيف بالنسبة للمرؤوس إذا صدر عليه أمر، خلال لأن أما في قانون العراقي هذه صدور الأمر من الرئيس الأعلى يعفي المرؤوس إذا اتخذ إجراءات في المجالات اللي لا من حقه أن يناقش، إذا كان ما من حقه أن يناقش الأمر الصادر لي خاصة في الأوامر العسكرية. لكن هاي الحصانة لم تؤخذ بها بالنسبة للمسؤولين العراقيين. أوكي. لاحظنا يونسك من مشاهدتنا للمقاطع اللي تم بثها للمحاكمة أنه كان هناك مهاترات وعدم احترام ويناصيك للإنسانية في تلك المحاكمة. شو كان دور الأمريكي يناصيك باعتبارهم المشرفين على المحاكمة، أو ما كان دور القضاة العراقيين؟ حضرتك انسحبت بس كان في قضاة آخرين، هل انسحبوا مثل ما تفضلت حضرتك؟ هل كان في اعتراض؟ هل يا ترى كان في توصيات انه يجب ان يعامل المتهم كبريء الى ان تثبت ادانته؟ بل احنا بالعكس سمعنا احد المستشارين المدعي العام قال انت متهم الى ان تثبت إناصك، انت مدان او انت متهم الى ان تثبت براءتك، وهي عكس ما متعارف عليه، المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. فما كان شو كان موقف الأمريكان أو العراقيين؟ هذا مبدأ دولي ومبدأ دستوري موجود في دستور العراق وفي معظم دساتير العالم، هذا موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين للحقوق المدنية السياسية والحقوق الثقافية. هذا المبدأ أصبح مترسخ في ذهن كل القانونيين والقضاة وفقهاء القانون، هذه حق لكل شخص أن يعتبر بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية عادلة ومشكلة تشكيلا قانونيا ومستقلة وبموجب معايير دولية. هذا الحق لكل إنسان، وأنا مؤمن بهذا الحق إيمان راسخ وأطبقه وطبقته في كل المحاكمات التي أجريتها. وهذا ليست مجاملة أو منة على شخص المتهم، وإنما واجب على القاضي وحق للمتهم، يجب احترام هذا الحق. أما كل شخص الحقيقة مسؤول عن نفسه، لكن نحن ثقافتنا مع الأسف ثقافة في بعض الأحيان ثقافة انتقامية، في بعض الأحيان زيادة عن الحجم الطبيعي في معاملة الناس السياسيين الذين يسقطون أو يسقط نظام حكمهم. إحنا هناك تجربة سابقة فاشلة في المحاكمات في عهد لرجالات العهد الملكي اللي شكلت في 1959 بعد انقلاب 1958، أو هاي المحكمة اللي تسمى محكمة الشعب أو المحكمة العسكرية الخاصة. هذه المحكمة أيضا كانت فيها مهاترات كثيرة، وكانت غلط كبير أنه فيه، وكان متلفز أيضا. أنا ضد كل المهاترات، وأنا مع احترام المتهم ومع إعطاء الحق له في أن يناقش ويعطي ويبدي رأيه، وخاصة في مثل هذه المحاكمات التي هي لها طابع سياسي بكل تأكيد، رغم وجود أمور قانونية صحيح، لكن في كل الأحوال يجب احترام
إنسانية الإنسان في المحكمة رغم كل الأشياء الأخرى، فحتى الإنسان المجرم لآدميته يجب أن يحترم. يعني حتى المتهم بريء، صحيح هذا مبدأ قانوني، بريء من الجريمة، ولكن أنا برأيي حتى الإنسان المجرم الذي يدان عن قضية يجب أن يحترم آدميته في كل الأحوال، ولأن الجريمة لها أسباب ليس بسبب واحد. الجريمة هناك جهات كثيرة تشترك في الجريمة، قد يكون المجتمع مسؤول، قد يكون ظرف سياسي مسؤول، قد يكون ظرف خارجي، قد يكون مرض معين لشخص. فعلى القضاء أن يكون واسع الصدر وأن يكون عيونه مفتوحة على كل الجهات للوصول إلى قعر الحقيقة، وليس مجرد النظر إلى الأمور السطحية والحكم على الظاهر. فلا يجوز الحكم على الظاهر، وإنما يجب في القضاء أن تدخل أو تدخل إلى الأعماق لوصول إلى مبدأ العدالة، تفرض على القاضي أن يكون قد يبحث ويتعمق ويفكر ويفكر جيدا ويمحص الأدلة التي تطرح أمامه. لكن هذه شيء، وموضوع المعاملة الإنسانية للمتهم واحترامه هذا واجب أخلاقي وواجب اجتماعي وواجب قانوني على القضاة. طبعا أنا ضد المهاترات التي صارت في تلك المحكمة، وأنتقد المهاترات التي حصلت آنفا في المحكمة اللي كانت تسمى محكمة الشعب في آنذاك. أوكي. هذا لا يليق، يعني حتى لا يليق بمركز العراق، لا يليق بحضارة العراق هكذا مهاترات وهكذا أساليب، لأن القضاء البلد الذي صدر فيه أول قانون بالعالم كما يقول التاريخ. يعني فحضارة العراق حضارة عريقة، فيجب أن لا نفرط بها، ويجب أن نكون ومحاكماتنا وكذلك في كل مؤسسات الدولة التي أنشئت والتي ستنشأ مستقبلا أن تحترم هذه الخلفية التاريخية وأن تحترم البعد الحضاري لهذا البلد، وليس الإفراط بها لأسباب غير طبيعية أو انتقامية أو ثأرية.